ترى ما بس دهبل، انا ابي بحر. الحلم يتحقق، رجعوني الرياض. ابي سينما فاخره لحالي، اجلس فيها لحالي، ما معي ولا احد. وصلنا للسينما اخي، اقسم بالله الان عشت الرفاهيه. صافين تسال بس انا بنت صح تدخل بس ما تتفرج واجد. ليه على كيف كريموتك هو اقول اسمك والله تحس مفصل صح؟ ايه الرحمن والله انا بالنسبه لي يعني أوف والله مروج، أول مرة أسويها. شو أنت؟ فوتين والله السينما غالية. هذا أوه سجد دخول. أوه وش ذا السينما الفخمة؟ اسمعوني دقيقة، تسندوا عند الإكسيت هنا، خليه عند الإكس. حاج الصالة كاملة والله إني انخرجت الصراحة، عيسى وين أجلس؟ شوفوا يا شباب ماخذ الصالة كاملة يا الله. بس لحظة، تعرفون اللعبة اللي تصيد فيها هدايا في الملاهي؟ جبتها للبيت من موقع التطبيق شي إن. تحسبوني أمزح؟ صدق؟ يا سلام، جبتها للبيت، خلوني أوريكم مشترياتي من شي إن. على فكرة التيشيرت هذا الرهيب من شي إن برضو، وعشان الصيف جاء نبغى منتجات كذا تساعدنا. هذا منتج رهيب، تحط المشروب هنا وإيش يا عبد الله؟ والله رهيب، شوف يطلع لك كذا زي الصحن وتشرب من هنا. شوفوا يا شباب مع الصيف ما يبيلها الا كذا، والله منتج رهيب ذا. صب لي بالله يا سعود. حبيبي بدال ما تقعد تصب وتتعب نفسك، هذا المنتج من شيء انت تحط العلبه زي كذا وتقلبها. يا سلام، وتحط الكوب. يا سلام. وشريت جزمتين الله يكرمكم، صراحه شكلها مره رهيب، والحلو في شيء ان الاسعار جدا رهيبه. انا عندي سيت اب واشتريت هذه الاضاءه البكسل الرهيبه. الحلو ان فيها اشكال كثيره، تقدر تحط التاريخ او الوقت او الصوره اللي عندك. الحلو في الموضوع هذه المره جايب لك كوبون خصم يخصم لك 20%، يعني اذا حسابك 100 ريال يصير 80 ريال بس. كوبون الخصم هو سعود 20، استخدموه على موقع تطبيق شيء ان. انا ادري اغلبكم يطلب من شيء ان، لذلك لا تنسون كوبون الخصم هذا، طالع لكم على الشاشه وبحطه في الوصف برضه، سعود 20. ويلا يكمل. وين تجلس؟ وين نجلس؟ مجلس هذا دورة المياه. طلعهم. انا هنا اتحكم. تسمعوني ما ادري. هناك انت هنا. راح الصوت فجأة. ايش تبي؟ يا اخي نبغى نجلس في الاماكن ذي. تعال تعال انت ورا. دحوم. تعال عادي. عيال حق الصالة كاملة شوف. بس اسولف لك سواليف حلوه، تسمح لي اجلس هنا؟ ايش رايك؟ ايش رايك تقول قصه يا ولد نعم؟ هذا ايش جابه هذا؟ من جابه معه؟ عطى عمر يروح ورا. روح ورا هناك، سند هناك، لا طلعك برا. وش هو يشتغل؟ هذا ذا اللي. We now have evidence that the late Captain Conrad Howard of Miami PD was working. مروق ها؟ مروق. ايش تبي؟ ها؟ مشروبات. تبي اكل؟ اكل ومشروب وين؟ طيب تعال تعال يا هذا يشتغلني هنا. تعال تعال. يا سعد خليه يقصر، الريموت يشتغل يقصر. ايش تبي انت؟ انا الان عندي الباركود هنا، بطلب لي الاكل بس بخلي سعد يطلب لي. سعدنا هذا يا اخي. عاد اطلب لك سعد تسمع يعني اني قويك يعني الحين ها؟ ايش تبي يا انا الان مستمتع، طلبت لي شوف مشروبين وفشار، اللي بيمشي معي سيده بعطيه المشروب هذا. انا مو بلي ذا، انا بس ابي شيء الان. صحو يومي ما بينام. اجلس هناك، اجلس هناك سعد. راح هنا سعد لو سمحت. قال لك راح هنا. والله انا مستمتع، بس انا شايف فاضي، انا شايف ذا الانسان فاضي يا اخي. ترى تناظر فان وابغى اشوف على الاقل تشوف. والله خلينا نشوف الفيلم يا ولد. اسمع الان عبد الله، والله ذا ترى ذا ما قد امرت. ها سعود ما قد امرت تسوي كذا يعني؟ وين ريموتك يعني؟
حاطه كذا حزام. يلا عطنا الامر. والله سعود اللي جوع ابي كذا وجبه. خلاص كل فشار كل فشار تاشر هنا اقول له والله ترى مش هو الان الفشار هذا ايش تبي يخلص عليه والله اني منقر من الاثنين انا الان راحمت شوي الان ابي وجبه برجر ابي كذا مع بطاطس اسمع اسمع انت السينما ما فيها برجر خلي ما فيها انا داخل هذه الفخمه وما فيها حبيبي الان سعود رقم أربعة انت رقم أربعة يلا يلا ايش تبي ابي برجر تشيكن تشيكن جاب والله مع الأغنية خليك واقف تفضل طال عمرك واو واو قهرك شوي استمتع استمتع يوووو بسم الله حرام سعود كم البرجر ما ادري ب 300 ها ايش تبي انت شغلتنا ترى والله رحمت الصراحه انا حسيتني قاسي مره ولكن يكفي انكم هنا صراحه يعني يكفي انكم هنا طيب يلا تعال اخذها والله راح يلا كيف كل بس لحلقات البصر اول شيء ابدا بذي يلا اذا شفت تعاملك قليل ادب ما اعطيتك لا 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 ضغطها يا ابوي اخلص بصل بصل بس حط يا اخوي يلا يلا خذ عرمه عرمه يلا والله اني راح ما خلينا انسان شويه أوه. هذا اللي صدق قلط واخيرا خلصنا من السينما والحمد لله على السلامه والله يعني خلص ذا الفيلم الحمد لله على السلامه الحمد لله على السلامه على الفيلم بس انت بيها. انت لسه ما خلصت الان بس عشان سعود معليش خلاص يعني خلاص لحظه تبي الصدق ترى انت دوري انا خلصت لا انت شوف انا خلني اتكلم تفضل انتم اللي جه الريموت وما استغله صح لا يتكلم صراحه يا اخي ما استغله صح يوم جاء دوري خلاص ايه ما قلنا لك شيء المغرب نقفل ما قلنا المغرب انا المغرب انا عصب بنبرر انت حدثت يا حبيبي ايش فندق وجلست فيه طول اليوم ايه انت ايش قالك ايش تبي يعني شكلها ناوي شيء سبق له هذه ايش يا ابوي اهدى انت يا بس اهدى فندق يبا اسمع الان ركز انت يا عشان تفهمون الخطه عندنا خطه انا يبي لي مرشد سياحي يكتب لي خطتي الان حبيبي شوف ان خلصنا السينما انا الان ابي كل واحد يعطيني بطاقته طاقتك من كثر النعمه والله من كثر النعمه وين طاقتك وين طاقتك انت يا ما فاتني معنا يا ابو البيت صار نفس الشيء بعطيك بطاقه طيب نفس الشيء الان بعطيك ابي اروح سوق واعطيها شوبينج كذا يعني اتسوق واشتري اللي ابي صح ركز حتى بطاقتك اللي أرى... دقيقه انا عشان بشتري اشياء غاليه فهم ساكين شوي انا محتاج بس ما بقى شيء طاقتك ما بقى شيء طيب ما بقى شيء طفرتني انت ما معي شيء عطى الرجال دقيقه عطى هذا الشيخ يعني لا يحسبنا ذا انت بعد معك الطاقه لحوم. ما بقى شيء طيب طاقتي ايش ما بقى مسوي ما معي 5 ريال مويه ايش فكر من شر طب اسمع الخطه عشان نهايه اليوم في شيء بعد والله خفت ترى صدق هذا يوم يصبر نهايه اليوم ودوني شاليه الى هنا وصلنا نهايه المقطع احس هذا اذا شاليه اسمع اسمع يا سعود لا تنرفز انت وياه ابي اروح شوبينج كذا واحد تعد نذوق كويس يعني دور لي شاليه في المواصفات اللي بذكرها الان حط اصبع كذا معي عدد شيكم يلا يعني تبينا نكون مبسوطين وش تبي اقول لك حبيبنا اخلص اخلص ما راح حلو لك يلا معي مع بعض مسبح سو كذا يلا اسبح هذا وش ما اسبح إيه؟ تكلم معي تكلم معي لا انت بشعر جيب راسك اقسم بالله ذكرت انا يمين تبون ولا طلعت صوت يعني موجه اخ المهم عبد الله اختصر ترى تطول إيه انت متابعين مبسوطين معي يلا دخل مسبح مسبح يكون فيه جلسه خارجيه بعد يكون فيه العاب كذا زي بلياردو اشياء تسلي فيها هذه المواصفات اذا ما جبتها لي في الشاليه تفقد عنك بلياردو يا بلياردو روح الكوفي شوب كوفي شوب اقول اسمع اسمع صعب الان شوبينج ها طيب اوكي تكلم انت يا معي زي الناس ما ابغى اتكلم والله نفس الشيء انا يلا عدلها هذول عدلوني خلاص قلت لك ابي شوبينج حرك انت ايش العذاب ذا يا اخي حرك يا تعبان يلا بنروح شوبينج شوبينج وبشتري اللي ابي شاليه ها من عندك وهذا شاليه طيب يا شباب ظلام بس وصلنا للشاليه اللي حجزناه لعبد الله ويا رب يعجبه يلا خلونا ناخذ لكم جوله لين يجي عبد الله بسم الله وصلنا للشاليه يا الله حاولنا ناخذ شاليه طالع هلا ربع شو خلص اليوم 2600 ريال ها 2600 ريال تقسيم ثلاثه ترى انا معه 2600 شوف
جبنا له شاليه نفس اللي يبغى، بلياردو ومدري وش مسبح فخم. ها فخم، الله يستر منكم والله. الله يستر. اوه لو 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 والله يحلم بهذا الشاليه. وش ابي بعد؟ هذا الدلوع ذا بس غالي 1600 انا وياه دافعينه. والله هنا ايش في بعد؟ ايش في جلسه شتويه؟ اوه صراحه شكله اخذنا له ذا افخم شاليه سعد. والله فاضي لنا، فاضي لنا والله خلاص. الله ايش هذا، ايش هذا الفخم؟ مجهزين له، مجهزين له كل شيء. تبغى تسيب تقول روح جيب لي وروح مدري وشو هذا موجود. جايبين له شوكولاتات وحركات وجلسه واضاءه التصوير. يا سلام بلياردو، بلياردو هذا الشاليه الصح يا شباب. تعال رتبها له، رتبها له عشان ما قد يصير. رتبها رتبها، ترى بيجي هو الحين بالريموت، ترى جالس يتسوق وكل شوي جايني يسحب. كذاب. اي والله يعني جاك الدور على بطاقتك انت. اي بجيك الدور اصلا ان شاء الله. لا 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 اختيار موفق يا سعد، اختيار والله توفقنا توفقنا بس دفعنا. يلا خلاص خلاص، ترى شوف هو على نص ساعة نص ساعة كذا وبيجي، ما خلص تسوق. الزبدة انه طفش صراحة يعني شوف الفلوس راح نفسك بعد ايش فينا صوف خلاص. تدري ايش اللي يقهر؟ انك تحجز شاليه يعني اساس تنبسط، بس هو اللي ينبسط انا لا. صح هذا مشكله. وتقعد بس على الاقل امدان انبسط شوي قبل ما يجي. ترى لعبنا جيم يا والله اخذنا له شاليه زي ما يبي، وهذا اخر شيء والله. لو قال بعد شيء اصلا ما بقى الا خمس ساعات خلاص يجي الساعه 2. معصي معصي صدق يا بقول معصي. هلا هلا عك يا ساعه والله العظيم هذا بهذلنا. يمكن هو اكثر واحد لعب فينا في الريموت هذا. يا ابوي انا ايش سويت؟ انا بس رحت كافيه وخذت حلو مسكين انت. انت صرت اول واحد. ايه كان ما حد يعرف ايش اللي لحظه مو مستهدف كذا، لا يكون انت بي يوم بعد شوفه هي بيسفرنا ذاك شيء. شوفه انا لو جاني الريموت والله مو عبد الله شو سفركم، انا ابي صاروخ ترى والله. لو جاني الريموت انا الموضوع بيكون زبده قبل ما يجي. يا رب انه هو جاك جاك عبود. يا الله هلا. الو الحمد لله مخيسه. طيبين طيبين. عن نفسي لا. حجزتوا لي ذا شاليه ولا؟ ليه اخي لنا ساعة بالشاليه خلصنا. اسمع بس الان اسمع. ها. شباب يسمعون؟ ايه عندي. انا بسمعون اسمع الان انا بدفع. وتجي رسالة على بطاقة واحد فيكم. وش 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 تدفع؟ وش تدفع؟ شاري؟ صدق والله شاري؟ شاري. اسمع الان تجيك رسالة. الان بدفع. يا رب انا مين بطاقتي عبد الله اخوك الكبير. دفعت اي والله سعد. الحمد لله انا جوله انا جوله. كفو يا عبد الله. هي ايش ذا الشيء ثاني؟ ما عندي مشكله ترى مو طاقتي ما عندي مشكله. ها؟ اقول كم باقي وتجي؟ كم باقي وتجي؟ طيب اخلص علينا تراك فليت عاد. باقي يقول نص ساعة ويجي، خلونا ننتظر لين يجي ونفتك يا شيخ. والله طول المقطع. يلا ابشروا به جاء. بسم الله نفتح لعبد الله الحين. والله شوف 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 والله دخول الكيفين. سكن سريع سريع سكن. وش وش ماسك انت؟ فندي شاري ماركات. هذا على حساب الرجال. فندي ليه فاكة؟ هذا ترى ما يعرف النظارات. النظارات مسوي يعرف ماركات. هذا يعرف الفندي. تعرف الفندي؟ والله انت اللي عليك تشيل نظارتي الان. لا تبصم اصبعك اكيد انك لسه ماكل وحاجة. وش الشيء ذا؟ نفس المواصفات اللي طلبتها ولا ايش؟ شوف انت اذا ما في شيء علمنا بس. والله نفس المواصفات. تعال تعال شيلك. بالمناسبة باقي الاغراض في العربية. وجهك الله يسلمك. انا ما ابي. حياك الله في الشاليه يا طويل. صباح الريحة. أفا. ريحة الشمس. والله ريحة قوي. ماكلين شيء هنا؟ ها؟ ماكلين شيء؟ لا ما كلنا بس وجبة خفيفة طال عمرك تأخرت أنت. أنا أضبطك هنا بالأزرار اللي عندي. طيب أخلص أنت طول السالفة. هذا من السوق. أول شيء المسبح. أوكي يعني سويته اللي أنا أبيه مسبح. طيب. الجلسة الخارجية نفس ما طلبت. الآن أوه لا لا من اللي حاجز البطل؟ تفضل طال عمرك. بسم الله. لا 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 لا. إيش رأيك؟ وش هذا المكان؟ ايش رايك؟ بلياردو اللي طلبت. مين اللي ماسك السيستم؟ نفس اللي طلبت. تفاهم انت تفاهم معي لما اتكلم. طيب وش اقول؟ انا خايف خايف يجلدني. انا ما اعرف احطك يا اسحر. سيبها هناك. اسيبك معاها روح. اخي يا سلام. ايش رايك؟ والله نفس طلبت بلياردو ولا بلياردو جلسة ومسبح. جلسة ومسبح. انا صراحة مشتهي كذا. على فكرة على فكرة ترى يوم اتفقنا ان اليوم ينتهي الحين.
لا ما ينتهي. الساعة كم؟ 10-9 لسه باقي 3 ساعات. 10 ساعات. إن قايلين لين الساعة 12، بعد الساعة 12 يكتب يوم آخر. بعد 12. الصفرة ذي. قد طلعت. طيب تبي شيء الحين؟ ما بيهم زحمون، إيه أبي أشياء. طيب أنت دقيقة. لحظة، هذا قاعد يصور. أنا والله أصور. أنا قسمت صراحة. سعود دفع التذاكر وأنت دفعت نص هنا، وإحنا لازم صراحة 50-50. طيب أنت شوف الجلسة هنا طال عمرك، شوف شلون زين. قم يا أخي، قم. أنت تجي صح، قم أطلع هناك مع النباتات، قم. أحمد ربك بس على أنه واقف. والله ارتحت شوي. اجلس هنا حلو. وين المشروبات؟ هنا طلع بالتراكي. ولا تدري اقول لك شيء، يبي لها سباحه. والله انا بيسبح على طول. جبت لي الملابس، ملابس سباحه. كلم انت يا شيكم يا اخي، ما قلت لنا انت وش هي سلمى؟ ما قلنا نسبح. وش انا جبت النادي بيتامر من طق مشوار. طب انا جايب شيء. جبت انا جايب. برافو عليك، تعال فك لي هذا ووكلني انا. جبتك انا؟ لا جبته، بس فك لي هذا ووكلني انا. ليش ما جبت لك؟ اي هذا حلو ذا. ايوه هذا اللي ما جبته يسبح. يا عيال والله يقهر. تعال اسمع، ترى جيت من قاسم، ما جيت لقاسم. لا شيل شويه طبنا هناك. ليه؟ بس تقهرتني ذي من السينما حاطه كذا تقهر. تعال وكني سوي، تعال قرب وصور. انت اليوم خليك تصور اكثر. بسم الله. يقهر يا عيال والله يقهر مره. روح هناك يلا الان. خذ شاور خفيف، بعدها تاخذ شاور خفيف، بعدها سويمينج. تعال رجع جزمك يا ولد. ايش تقول لي هذا؟ والله حسيتني نازل. ايش تبي يا الله يدرك؟ وش تبي؟ وش ما بيك تامرني يا بن حاش بسوي شيء؟ طبعا وش اسوي الحين؟ يعني انا جيت هنا وكم عندي من ساعه؟ 3. اوه وش لحظه صدق تسبح؟ بسبح. ممكن تاخذ لك قيلوله شوي ساعه؟ لا ما ابي قيلوله، القيلوله في بيتنا. اقول اسمع، انا ملاحظ انه ما ودي فلة. ودي فلة صراحه، ودي اضايق اكثر. شو تسوي؟ يلا ها اتحداك تسوي شيء. شوف عشان تعرف بس. جيب سروالي اللي حق سبع. جيب وين السرميله ذا؟ جيب واحد فيها. يلا وين ال ليكون جايب له برمودا ولا وين السليبر هذه اللي حقت برمودا كذا هنا؟ يا عمي انت تتأشر بتوقف زيارتك. مش هذا شخصيتي ذا. دقيقه عندي لفه. لف الكاميرا عليه، لف الكاميرا عندي ذب عليه والله ما يروح. منو انت اللي عليه الذب عليه؟ ايه على ذا. شفت اضيق من هنا لابس كابتنيه. ما حد كلهم ضدك، ما حد. اسمع بس نعالك هناك. بس سعود اه انت هنا. يلا تستاهل. امسك وكله والله يكتني. هو عجبتني ذبته. يلا وكله. قلت ادب هذا ما تسوي هنا. وكله والله اني اكل. تستاهل يا بطل والله. تاكل زي الناس ولا ضايق الذبه؟ ضايقني والله. لما اغرق راسك في الميه. شو معرق؟ ايوه بغرق راسه ذا، بغرق راسه لين تطلع الذبه من هنا. عادي اكل. خليه الان وقت ايش؟ السباحه. وبرضو انتم الاثنين انا ريحت شويه. عايز عربي. ابي موهيتو كذا، مشروب صيفي. والله تعبت انا. انت روح بالله، راح جيب له ذا. يلا وش تبي؟ موهيتو ايش؟ موهيتو مره واحده. لا ثلاث مره واحده عشان نطلع مره واحده بس. ابي ثلاث مشروبات كذا. وصل واخيرا يا اخوي. طولت. والله شوف الطقم شويه بس جاء. وصل هذا المسبح. مشتت الولد لان ما تزيد ولا تنقص. هذا يا سلام، وجبنا لك طال عمرك. لا هاي فوت. الله يجزاك خير. جبنا لك الموهيتو. ها خلينا نشوف هنا عندنا مشروبات. اي اختر اللي تبغى. والله لا هذا شكله طيب. تعال والله يعني اتعب اصبعي. تعال انت. انا اشرب. لا شباب لا تنرفزوني يا اخي. طب ما تضغط على الريموت. ترى الريموت ماسكه. لا اشغلك اكثر. ليه؟ الله يسعدك. افتح لي وشربني صراحه. الرجال شوف يبغى يسبح هنا. شوف المنظر الجميل. يلا اشتغلوا له يا شباب. شلون ينفتح ذا؟ ما يعرف يا عيال. ما مره يشرب يوم هيتو. ايوه خير اذوق عني قبل عشان اعلمك طعمه زين ولا لا. انا قلت لك اشرب. لا 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 هذا حقي. اكلمك انا قلت لك اشرب. يومي ذا ما تقدر تستخدم شيء موبلك. اسمعني انا امرته انه يشربني. ايش يشرب؟ قال لي هو امرني. توتر. تعال سعد. هو امرني. اقسم بالله شباب اني من بقاسي، لكن اللي يخرب يومي انا اقسى عليه اكثر. تعال سعد. هو امرني اني اهلك. صح ما قال لي شربني. خلاص عطى ولا تشغلوني. لحظه عشان الصياح. شربني يلا
عقبي عقبي انا عادي عادي ماكل بخاري بس لا ايوه الان تعال قدامي هنا اقسم بالله اني ماني بقاسي ولكن انا علمي طب والله يطب كذا سعود 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 ماسي ما حد قالك تشاغب يا اخي اصبر 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 يا عبد الله اصبر ريحته بصل يا اصبر سعود خلنا نسمع انت شماك بخاري صدق ها شو ذا مش يستهبل وش عمل افصخ بس عشان مشروب جغمه وش ذا يا اخي صح قبل اسجل بس اذكر الله يا عبد الله اذكر الله يا عبد الله هذه يعني عصبيه انت بعد انا كل اخلص لا ما عندي غيار امرك بالريموت معناته تنفذ سعود مع اصبر اصبر جوالي جوالي طب والله بنزل والله بنزل ها سيلفي سيلفي بجوالي سيلفي سيلفي ان نغرقه بسم الله سيلفي ان نغرقه اصبر 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 جذبتي جذبتي اخلص بعد اجيب الفوطه بعد يلا خلصنا يلا بس سيلفي سيلفي ان نغرقه سيلفي تعال سبت اكبر سيلفي بجواله اصبر اصبر فوتير 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 السينما ذي عشان وش بقى بعد سعود ما عندي غيار طيب ما عندك غيار ليش تهايط على الرجال وش المسبح ذا حق بزران يا هي الريموت وقت الروقان ها ادخل غرن نعم ادخل زياد ادخل شي ذا مصاحب خبل طال خبل صدق ايوه قلنا منك انت دخلني انا ليش حاجز جلي في المسبح هو ليبي طلباتي بس تخيل عشان ايش شرب شرب ولا وشف صدق عبد الله هذا درس لل انا وهذا إيه انا وش اقول انت لما ما تتعلم راح اعذب انتبه اذا كان كل برد تنتظر اخوك يتروش هذا بس عشان ذي فانت انت الان انت هذا انتبه طيب والله انا مؤدب. والله اني مؤدب انا في هذا المقطع ما في يعني راح انا اضحك معك قاسي ليه بس طقك لا بس برموده ما يصلح مش برموده هيس وش لابس كريستيانو ذي وش والله ما اعرف ايش اسوي له ما ادري ايش يعني رايح يشتري فندي وما له حرام الجو حرام لا يغرق يا عيال يا عيال لا يغرق يا عيال ما غرق ما غرق انت كيف تغرق عليه المهم تخلصنا عاد يلا عاد الان انا بستريح هنا شوي وبشرب الموهيتو وجوال الرجال صورنا فيه فيديو باذن الله بنزله في سنابي والله مروق الرجال مروق والله انا شفت ما بي يعني اضحك كثير بس ابي شيء منفع لي يعني ما شفت هذا شيء اطلع اطلع الولد شيء ما شفت هذا شيني كنت يا شيخ انت مسوي قاعد تصور امشي والله انا مصور مؤدب شوف خلنا انت تستفزه شوف شوف رجلي من القاع انت هذا طالع يا عيال مبسوط والله طلع مبسوط لا والله انه من... اطلع والله ضايقني اطلع 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 سعود ايش اليوم الحلو هذا رايق والله حركه ذي لابس شراب بعد اوه اطلع 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 الى ما ذي انت اطلع اصبعي يا ولد والله العلم انزل والله ينزل دحوم انت دحوم ينزل ينزل يلا يلا افسخ الجزمه امسك والله ينزل ليه ليش نسى طيب ايش سوانا اصبعي هذا والله مطيح اصبعي هذا يضايق هذا اليوم والله رحمته رحمته مشكلتك سمعك كبير انت 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 اطلع اطلع بس اطلع انت شغلتنا هذا ايه اذا خلصنا من المسمار شوف الواحد يا اخي يضايقونك يا اخي ترى منها ترى مكسور شوف كاس راسه كاس لا يلا 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 توكل يلا يلا يعني كذا هي الزبده خلاص خلاص روق انت هنا مش اللي روق روق هنا كذا انا اللي يموت بعد والله الصباحه هم روق ها يا وحدتي كملنا يا هو قاعد العب الحال انا مين تبغى طال عمرك هنا تعال تعال الله الله وش فيك بردان انت والله ترحم يا شيخ بلشنا بريد بردان اخس تلعب يحظك خلاك تلعب هذه امنيتي العب دقيقه دقيقه حقت الفنانين ذي طب انت وين 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 ريموت وين ريموتك انا خلصت خلص اليوم خلص اليوم انا الصدق انا خلصت طلباتي انا ايش بطلبك الحين انا قايل لكم عشاء ترى عشاء طلبت عشاء ما قلت لنا شيء والله اني قايل عشاء وانا اقول اخليني الريموت يصرف شفت ما في ريموت الريموت انت شحنه لانه خلاص ما اقدر اطلب شيء الا بعد انت لو لا انا طلبت عشاء والله صدق طلبت بنجيب لك عشاء ايش تبي ابي شف اكبر بيتزا في الشرق الاوسط عطني بيتزا يا اخي هذا يطلب شيء زياده على حد ما على كيف عاد يا شباب على كيف العشاء انت انا قايل لك قبل قايل لك ابي بيتزا كبيره جيب لي بيتزا كبيره دائريه اللي ما
لا تكثر خلاص تكثر. بس اخر شيء والله ايوه خلاص ما بقى له ساعه ما بقى له ساعه بعد ساعتين وش يلعب كذا كيرم صلاة البيتزا زي ما طلب والله يا ولد اني مدلع اليوم ها مدلع هذه اخر ساعه هي الف ساعه اليوم ايش فيك انت علشان بس رطب طيب يا شباب ليه مو بجماعي شفت هذه اخر ساعه هي يعني يمكن امتع ساعه عندي فانت انقلع هناك وخر وخر انا صديقي بتاكل انت روح هناك انا صديقي ريموت جبته والله يعني ما دريت ان انكم تكونون كذا يعني بالشكل هذا يعني ايش تبي اول شيء يلا تعال وكلني هذه صدق فيها لذه من انا رطب صح والله ريحه يدك لو تعال تعال يا ربي بس تعال تعال عطنا ذي وشي ذا ينقض ذا نفسك مش نشي والله يا والله ندلينا والله والله شوف هذه يقول يعني ابسط حقوقك ليه؟ لانه جاه الريموت ولا ما جاه؟ جاه بنت يا جاء جاء خلاص وسحبتني منه انا الان اسحبكم من سنتين طب اسمعني عندي فكره انت والله اللي مطفي هذا من يوم يحط شيء فيه عندي فكره غمض واوكل اقول وكل بس قديمه دحوم وكله وكله وفحم والله خلاص مع السلامه والله انه في البيت ما ياكل بابروني والله العظيم شيء بس كذا ها وين ندير قمز يلا قمز حبي بسرعه تنتين واحده لك واحده لاخوك يا اخي انت خوي خوي انت ما باخر ساعه اني اكون لطيف ما قاسي ما ابغى نمسك 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 اشتغل يا بابا صدق والله مو صح كذا وين يدك يلا امسح امسح يعني معليش انا وش امرت وش انت والله قال شيء شو تمسح صدق مسحتها لا مسحتها سوي كذا مسحت على شك سوي يدك كذا يده فيها ذا صفطات من مويه مسكين مرقان قم من هناك طيب تسمح لنا ناكل ولا صراحه لا يعني خلوني لحالي لا احسن طرف يعني صدق يعني ليش جينا عيال لاني انا مشغل لي هنا شوف جينا قم شوف والله مشغل قناتنا بعد حركات اوف لقات كوريا بعد ونروح اطلع اطلع برا برا وين؟ برا انت رقم واحد وانت رقم اثنين وانت انت ثلاث يا عيال طردنا يا عيال اقسم بالله قهر والله يقهر شوفوه جوبه شوفوه مسوي ضحك ما في شيء يضحك مشكله يقول عينك من هناك وش في شيء وش في شيء وش تبي؟ ايش؟ وين الراضي وش دخلك؟ وش دخلك؟ طيب هو امرك هو وش دخلك؟ شوف في دهن في دهن في دهن في ظهر من البيتزا شوفها ايش تبي؟ تكلم نسمع طيب سامت انا اقول نستسلم والله شوف باقي نص ساعه نخلص يومه خلاص ايش دخل استسلام؟ اذا جت 12 والله لا امسكه من هنا انا واعد واعد انا اقول خرب عليه لم خلاص بخرب عليك بيعطيك امر بالريموت الحين خلاص بخلص الريموت اي خلاص باقي نص ساعه لا شوف هي دعان وبردان يا شباب تقريبا انتهى يومي باقي تقريبا اتوقع نص ساعه تعرفون اللي يجيه الريموت يستغل هذه ايش ان اتفقنا عليها فما فيها يمين يسار والحقيقه يعني تقريبا سويت كل شيء يعني خلاص تقريبا باقي نص ساعه الان بس والله رحمت اخواني يعني والاكل كثير فيبيلنا كذا الوضع حبي على اخر نص ساعه فلازم اناديهم وزي ما قلت لكم الواحد اذا جاه الريموت يستغله يستغل الواحد كذا يسحبه مع اذنه فوالله رحمتهم خلنا ناديهم يا شباب تعالوا تعالوا تعال 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 لا والله خلاص ودي اعطيكم اياه يعني تعال تعال ساعتين والله يرن الحين مسوي خوي باقي 20 دقيقه الظاهر كم باقي شيكم محظنين علي حبيبي انت حبيبي شباب يعني صراحه اول شيء قلت انا الاكل كثير يعني والله كثير والصدق يعني سويت كل شيء يعني 20 دقيقه دي بتغير مثلا من الريموت ولا شيء عسى ما ريحه كلور ولا شيء انا تعال رحمك انا جويع والله جوعاني جويع تعال تعال انت حسك تبي ذي والله يوم طويل والله والله هذه ما شاء الله وكلني خلاص سهل ترى يقولون اخر الدقائق ذي ترى يمكن وضع عصب ولا شيء ولكن يا شباب زعلت دحوم لا في صح راضين انا اللي اقول راضي لا 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 اي راضي بس ما سعدت يعني راضي انا راضي طبعا يا شباب هذا الريموت دحوم وسعد كلنا يعني كلنا جانا ريموت اللي يستغل يستغل ما خالفت انا القوانين جاني امرت وهم ينفذون يا سلام يا سلام والله اني والله اني رضيت بالبيتزا اي والله نسيت لا 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 تقول كذا يعني اني وش اني الا ما ناتبك انت يا منه
تيجي الساعه 12 بس. والله يا ويلك يا عبد الله. ولكن يا شباب اذا تبغوا صحيح بقول نقطه يعني الحقيقه الحمد لله على النعمه يعني هذه نقطه ببينها يعني واي شيء يعني سويته انا هذا ترى يعني اغلب الاشياء شاركوني اخواني فيها فيعني ما في تبذير ان شاء الله. واذا تبغون جزء ثاني بطريقه مختلفه بشيء قوي انا يعني ما فهمت احمد جزء ثاني له ولا وش بسم الله عليكم يا متابعين بالله وش رايكم هم انا قلت لهم وصلوني نص مليون رقم والله كبير وصلوك. وليه تاخرت معليش لاني ايش قاعد اسوي اشياء يبيلها اوقات يبيلها وقت عشان كذا يا شباب تاخرت يلا عتر لا مو بسنابك اي صح فنبغى نوصل على هذا المقطع 500 الف لايك ونسوي جزء او جزء ثاني لكل واحد فينا بطريقه مختلفه يعني هذا ممكن يتغير كذا يعني الريموت الذهبي ها في ايه ممكن انجل مرتين زود تكوى فوصلونا 500 الف لايك زي ما وصلتونا في المقطع اللي راح ونسوي جزء ثاني يا ويل تخيلوا هذه جي ريموت اوه شفت انت تذكر اني انا اخر واحد يعني والله يا ولد منك يا ولد هيك وروح الدمام ايه اليابان فلا تنسوا الزر اللايك والاشتراك في القناة وشكرا على دعمكم ونشوفكم ان شاء الله في المقطع الجاي مع السلامة.